بخصوص المسألة الثانية، فأنا طبعا أهون من أن أسأل الله سبحانه وتعالى. أختي الكريمة، ربما قد تكونين أقرب إلى الله سبحانه عز وجل مني إليه سبحانه وتعالى. وإن كان أقول كما يقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني أفضل مما يظنون، هكذا تظنون بي، ولكن علمي بنفسي أكثر من علمكم بي. فأنا أسأل الله سبحانه عز وجل أن يتجاوز عني وعنكم إن شاء الله تعالى. أمين. ولكن ما دمت قد طلبت الدعاء، فإنني أسأل الله سبحانه عز وجل أن يقر عينك بوليد يتهادى بين ذراعيك إن شاء الله. أمين. تعالى. أمين يا رب. الذي أسأل الله سبحانه عز وجل أن يعجل في فرجك. أمين يا رب. وأن يهب لك قرة عين الأبد إن شاء الله تعالى، وأن يرضى الله سبحانه وتعالى عنك وعن جميع المسلمين وعنا معكم أجمعين إن شاء الله تعالى. يرزق كل المؤمنين طبعا.